بنغلاديش. وبنغلاديش دولة إسلامية تقع في جنوب شرق قارة آسيا، وتبلغ مساحتها حوالي 144 ألف كيلومتر مربع. ترجع آثار الحضارة في منطقة البنغال العظمى إلى حوالي 4000 سنة، عندما استقر في المنطقة سكان قادمون من جنوب الهند وسكان التبت وبورما. دخل الإسلام إلى البنغال في القرن 12 الميلادي عن طريق التجار العرب المسلمين وبعض الصوفيين التبشيريين، ثم ساعدت الفتوحات الإسلامية في انتشار الإسلام. قام القائد التركي باكثير خلجي بإلحاق الهزيمة بلاكشمان سين، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة الهندوسية سينا، واحتل أجزاء كبيرة من البنغال، وحكمت بعدها العديد من الأسر من السلاطين والإقطاعيين على شكل حكام محليين. مع حلول القرن 16 حكمت الإمبراطورية المغولية منطقة البنغال، وأصبحت داكا إحدى المراكز المحلية المهمة للإدارة المغولية. بعد معركة بلاسي في عام 1757 ميلادية، تمكنت شركة شرق الهند البريطانية من السيطرة على البنغال، فحدث تمرد كبير في البلاد أدى إلى نقل السلطة إلى الملك، لكن تحت الوصاية البريطانية. عندما تم تقسيم الهند في عام 1947 ميلادية، تم تقسيم البنغال بناء على أسس دينية، فضم الجزء الغربي من الإقليم إلى الهند والجزء الشرقي إلى باكستان تحت مسمى باكستان الشرقية، وعاصمتها داكا، وأصبحت بنغلاديش تابعة لدولة باكستان بزعامة محمد علي جناح. في عام 1952 للميلاد بدأت حركات تطالب بالانفصال عن باكستان بزعامة الشيخ مجيب الرحمن. في عام 1970 هب إعصار شديد على ساحل شرق باكستان، وكانت استجابة الحكومة المركزية ضعيفة تجاه هذه الأزمة، وازداد غضب الشعب البنغالي عندما تم إبعاد الشيخ مجيب الرحمن عن مناصب الدولة والقبض عليه ونفيه. وقام الرئيس الباكستاني يحيى خان بهجوم عسكري عنيف على باكستان الشرقية. دارت حرب دامية تحالفت فيها ميليشيات بنغلاديش مع الهند ضد باكستان، أسفرت في نتيجتها عن إعلان استقلال بنغلاديش عام 1971 ميلادية، وأصبح مجيب الرحمن رئيسا للوزراء فيها. في عام 1975 اغتيل مجيب الرحمن وأفراد عائلته على يد مجموعة من الضباط العسكريين، وسادت حالة من الانقلابات الدامية والانقلابات المضادة إلى أن تسلم الجنرال ضياء الرحمن الحكم، وحكم بعده الجنرال حسين محمد أرشاد عام 1982 ميلادية. وفي عام 1991 فازت السيدة خالدة ضياء بالانتخابات، وجاءت الانتخابات بعدها بالشيخة حسينة بنت مجيب الرحمن لتصبح رئيسة للوزراء.